اهلا بحضراتكم مره تانية في المحترف. ايهاب، كنا بنتكلم قبل الفاصل على يمكن ارقام منتخبنا في امام منتخب البرازيلي، وكان كنت متوقف على بعض النقاط خاصه بالكرات العرضيه. يعني احنا كان في كرات عرضيه رقم لا باس به، لكن انت كنت بتقول لي يعني غير مؤثره بالمره. يعني انا يعني 9 عرضيات ل 15 برازيل، ممكن الرقم بتاعنا عالي شويه او يعني هنقول عدد معقول، ولكن هي عرضيات انا بسميها عرضيات خادعه في المباراه دي لكل من شاهد المباراه، لانها عرضيات عشوائيه لم تصنع خطوره. احنا ما شفناش خطوره يعني خلال 90 دقيقه على مرمى البرازيل، باستثناء تقريبا الكره الهيدر اللي عملها اكرم توفيق ومرت جنب القائم. باستثناء كده ما فيش اي خطوره للمنتخب مصر على مدار 90 دقيقه. زي ما قلت لحضرتك يا كابتن، ما فيش شكل هجومي. طيب هل في مقابل ده كان في شكل دفاعي؟ هو ده السؤال. كابتن الجوهري رحمه الله عليه بيقولوا كان بيلعب دفاع، بس كان في جمل. انا عايز كابتن يعني اللعيبه واللي اتفرجوا على مباريات مصر، ايه الجمله الوحيده في 4 مباريات اللي اتنفذت؟ جمله معينه انت ككوتش علمت اللعيبه عليها وطلعوا عملوا الجمله دي. شفنا بوركينا فاسو جمله حسام حسن ومصطفى والكره اللي اتلعبت كابتن حازم والتحرك، في جمل. كابتن جوهر بيقولوا راجل دفاعي، بس كان في جمل بتنفذ في الملعب، في حاجه بتتعمل تقدر توصلك لمرمى المنافس. انا هنا خلال مع كابتن شوقي غريب والمنتخب خلال 4 مباريات انا ما شفتش جمله واحده اتعملت، جمله فنيه اتعملت لمنتخب مصر خلال المباريات. اللي هو يمكن ده اللي مزعل الناس شويه، زي ما انت قلت في البدايه، يمكن يعني الناس مش زعلانه من الخروج من البرازيل قوي، لكن خلينا نتكلم بصوت الناس ان انت يعني ما لعبتش الكوره بتاعتك، ان الناس حاسه ان انت كان عندك امكانيات اكبر شويه انك تقدم الكوره بشكل افضل، ان الكوره او الشكل الكوره اللي هو بتدافع بشكل كتير جدا ومفيش هجمات، ده يعني كرة خلصت من زمان. فكل دوت خلينا نتكلم ان مشوار مصر في الاولمبياد زي ما بقول لك كان في تباين شويه، في مش هقول لك في الاداء، لكن على مستوى المباريات، يعني على مستوى المباريات نفسه، من اداء دفاعي بحت لاداء هجومي اكتر من رائع امام المنتخب الاسترالي، مع تحفظ شديد جدا في مباراه دور الثمانيه امام البرازيل. يا كابتن انت 4 مباريات لم تحرز سوى هدفين، دي كارثه، والهدفين في مباراة واحدة. أنت 3 مباريات بتخرج تفشل في هذا الشباك المنافس. يعني أنا حتى لما بقول لا، أنا دايماً برجع لأولمبياد كرة القدم اللي كنا فيها آخر أولمبياد وخرجنا فيها وصلنا لنفس الدور، عشان يقول لك أما حد يجي بيتكلم ويرد يقول لك ما إحنا في 2012 إحنا برضه طلعنا دور 8. طلعت دور 8 بس أنا جبت 7 أهداف. أنا لعبت 4 مباريات جايب 7 أهداف في الدور الأول، مسجل 7 أهداف في الأولمبياد. في شغل بعمله، في أداء بيتقدم في أرض الملعب. انما ان انا في خلال 4 مباريات اجيب هدفين بس بواقع نصف هدف في المباراه، يبقى ده اداء مش مقبول تماما. 3 مباريات منهم ما سجلتش فيهم يا كابتن. انت عندك هنا الهجمات، شفت التمريرات، انت عندك 355 تمريره في المباراه. بص الناحيه الثانيه في 602 تمريره. ده بيعكس لك قد ايه المنتخب البرازيلي كان مسيطر، ومسيطر على نص الملعب. مشكله مباراه البرازيل اللي احنا ممكن هنتكلم عليها شويه كمان على الشاشه في التكتكس، ان انت افتقدت اللاعب اللي يربط بين خطوط الملعب الثلاثه. انت ظهرت منتخب يعني كابتن شوقي قلنا بيلعب، انا عايز اعرف بيلعب 5-3-4-3 يعني ولا 5-2. انا ما فهمتش الطريقه في ارض الملعب، ممكن هنشرحها زي ما قلت لحضرتك، ولكن احنا ظهرنا نقدر نقول 5-4-1. يعني اقرب حاجه انا فهمتها من المباراه لما شفت المباراه ان احنا بنلعب 5-4-1. عندنا ده اللي فهمته. هل احنا طبقنا حتى 5-4-1؟ لا، ما هي خلي بالك طريقه 3-4-3 في الحاله الدفاعيه المفروض يبقى انت عندك كثافه عدديه كويسه قوي، يعني الاطراف بترجع، يعني العراقي بيرجع وفتوح بيرجع وبتبدا تلعب 5-4-1، لان كمان الاطراف بترجع. لكن في الحاله الهجوميه وده الاهم، انك كمان بتلعب تقريبا بمبدا انت بتلعب 6 في الحاله الهجوميه او كمان 7 بتقدم واحد من ما فيش 2 ديفندر، يعني واحد من وسط الملعب، يعني بقى عندك العراقي وعندك فتوح وعندك احمد ياسر ريان وعندك رمضان صبحي وعندك طاهر محمد طاهر وممكن جدا عمار يزيد. فده الشكل اللي احنا ما شفناهوش، يعني الشكل اللي احنا هي كانت بتتحول شويه ل 3-3-3-1. يعني ده اللي أنا يعني 3-3-3 ده اللي انا شفته برضه في الملعب، ولكن برضه مش باينه مين اللعيب في الاثنين الديفندر اللي عندك. انت لعبت مباراه زي مباراه منتخب البرازيل، لازم بتلاعب منتخب البرازيل لازم يكون عندك 2 ديفندر اقوياء. في كل دول العالم دلوقتي طريقه الكوره في 2 ديفندر. هتقول لي عمار حمدي؟ لا، اكرم توفيق. انا كنت شايف اكرم توفيق بيلعب هاف ديفندر لوحده. عمار خلي بالك برضه عمار عنده نزعه هجوميه اكبر. بالظبط، انت بتظلم عمار حمدي تحطه في المكان ده. عمار حمدي مش لاعب هاف ديفندر دفاعي،
لا ده لعيب عنده نزعه هجوميه، لعيب ممكن يمرر لك كره حلوه تجيب جون، لعيب ممكن يجيب جون، بدليل ان الهدفين الوحيدين اللي انت سجلتهم في البطوله هو جاب جون منهم. هو لعيب ميوله هجوميه اكتر. طب في ناس تانية بتقول يعني كان ممكن يبقى حتى المجازفه في اخر ربع ساعه في المباراه، لا خلاص يعني النتيجه كانت 1-0. كان في بعض الناس على المستوى الخططي بتقول ان احنا ما كانش لازم ان احنا نلعب بثلاثه ورا، كان ممكن الاستغناء مثلا على اسامه جلال والدفع بمهاجم او لعيب عنده نزعه هجوميه وتلعب بطريقه العاديه، ممكن تلعب 4-3-3 بشكل معتاد. ده برضو انت كنت شايفه ازاي؟ هل كان في صعوبه في تغيير خطه اللعب داخل الملعب؟ وهل كابتن شوقي ما حضرش نفسه في الجزئيه دي؟ كان دايما بيلعب 3-4-3، يمكن مباراه اعتقد اسبانيا او مباراه استراليا كان في تغيير شويه، لكن هل انت مع تغيير طريقه اللعب من خلال المباراه؟ يا كابتن كان لازم يتغير ويتغير بدري. انا منتخب دلوقتي خسران تقريبا من الشوط الاول، تمام؟ دلوقتي لازم انا اغير الطريقه بتاعتي والعب هجومي. انا ليه بلعب بالثلاثه اللي ورا؟ هي وجنبيهم اتنين اطراف، وبعدين انا عندي زي ما حضرتك تابعت في المباراه يا كابتن، في عندي جبهه كامله انا بعتبرها جبهه ميته في المباراه. جبهه ميته هجوميا ودفاعيا. ولازم المدير الفني يبقى قاعد بره شايف الكلام ده ويتكلم فيه. انت عندك جبهه كريم العراقي وقدامه طاهر محمد طاهر، جبهه على الصعيد الهجومي والدفاعي ما قامتش بدورها. صحيح. تقريبا كان منتخب مصر كل ما بنشوف بيهاجم من الناحيه الثانيه. كل الخطوره من الناحيه الثانيه وكل التمريرات للناحيه الثانيه. الناحيه اليمنى عندنا. فدي جبهه قدامي، انت جاي تغير، احنا شفنا التغييرات، جاي تغير في الدقيقه كام؟ اول تغيير طبعا عمله التغيير اللي نزل فيه صلاح محسن، نزل مكان مين؟ مكان احمد ياسر ريان. مهاجم مكان مهاجم يعني. طب ايه التغيير الفني اللي انا عملته في ارض الملعب؟ انا دلوقتي راجل مغلوب، عايز انزل فيرو الثاني. طب ايه الحاجه للثلاثه؟ عندي كريم العراقي مستواه سيء جدا في المباراه، هو ما جاش البطوله، انا في نظري كراجل شايف البطوله هو ما جاش البطوله. ماشي؟ عندي الونش وحجازي واسامه جلال. طب ما انا اسحب اسامه جلال ناحيه كريم العراقي واطلع كريم العراقي وانزل لاعب يلعب مكانه وادفع بالفرود الثاني صلاح محسن اما انزله جنب احمد ياسر ريان يساعدني هجوميا. بص ممكن نتكلم كتير جدا في النواحي التكتيكيه وكل واحد ليه رايه، ممكن يدخل ده، ممكن تغيير طريقه اللعب، ممكن كل دوت نتناقش فيه، لكن هيبقى بالنسبه لي العامل الفجوه الرئيسيه هي شخصيه اللعيب وعدد اللعيبه المحترفه ما كانش بالعدد المناسب لمنتخب كبير زي منتخب مصر. واداره الجيم يا كابتن. طبعا اداره الجيم ده طبعا كابتن شوقي غريب. انا اغير في الدقيقه 83 انزل ناصر ماهر وناصر منسي، انا بنزلهم في الدقيقه 83 وانا مغلوب. طب انا هعمل ضايق جدا صح، انا هعمل ايه؟ طب دي على مستعد نشوف برضو يعني بعض كده الارقام لمنتخبنا الاولمبي في طوكيو من خلال طبعا عارفين عدد المباريات، اربع مباريات، معدل الاستحواذ كان ممكن يزيد. انا عايز اكلمك في النقطه ديت ان احنا كمان معدل الاستحواذ من خلال ده المتوسط طبعا 43%، اعتقد عندنا الامكانيات ان احنا النسبه دي تعلى وبالتالي كان تخلق فرص اكتر. معدل التمريرات 79، ده كمان ممكن يزيد جدا لان كان في ميس باص كتير جدا. الاهداف المتوقعه 1.16 يعني ده معدل بنسبه 1.6. الاهداف بالنسبه للمعدل 3.3، وطبعا في خلال اربع مباريات احرزت هدفين. كل ده الارقام اللي احنا شفناها تقريبا بتترجم كلامك يعني بشكل او باخر يعني. طبعا يا كابتن زي ما شفنا شايفين الارقام ديت بتاعتنا ارقام طبعا لسه كمان الارقام دخل مرمانا طبعا معدل هدفين، شباك نظيفه مرتين، معدل التصويب على المرمى برضو رقم انا شايف انه رقم مش كبير، بتصوب 32 تصويبه في خلال اربع مباريات منهم 10 بس ما بين القائم والعارضه. العرضيات بالنسبه للجبهه اليمنى 12، انت بتتكلم في اربع مباريات وبالتالي ما زلت ان لسه كان عندنا مشكله في الجبهات اذا كانت من الجبهه اليمنى او اليسرى، ومن ناحيه الشمال 11. الارقام دي تقريبا بتقول اللي انت بتقوله يا ايهاب. معنى كده ان انا عندي في العرضيات دي ان انا خلال مباراه كامله ثلاثة بالكثير يعني لا على الجبهتين او من كل جبهه سبعة. يعني سبع تمريرات في المباراه، سبع عرضيات في المباراه. منتخب مصر ظهر بشكل ضعيف جدا في البطوله دي يا كابتن. عندنا رقم مهم برضو، لو احنا قلنا الاهداف المتوقعه ان انت عندك بتقول اهداف متوقعه، اهداف نسبه قليله جدا. ما هو دوت يا ايهاب اللي يعني بنتكلم فيه يعني الرقم يعني. الافضل عندنا في كل الارقام دي اللي احنا استعرضناها مع المشاهدين هو الكلين شيت او الاهداف اللي دخلت مرمانا. معدل على الصعيد الدفاعي ان انت نص هدف في المباراه في اربع مباريات، هو ده افضل
رقم في الارقام دي، افضل رقم لاحصائيات منتخب مصر في الاربع مباريات، وده بفضل الحارس الاخطبوط العملاق محمد الشناوي. صحيح صحيح.